يقول السؤال الثاني: إذا أراد والد الطالب أن ينقل ابنه من مدرسة إلى مدرسة أخرى والولد غير موافق، فما حكم ذلك؟ الأب هو الناظر في مصلحة ولده، فما دام الولد في رعايته وهو المسؤول عنه ولم ينفصل عنه ولم يستقل عنه فهو الناظر في مصالحه، فعلى الأب أن يتحرى المصلحة، فإذا رأى المصلحة في أمر بعد النظر، وقد يحتاج إلى مشاورة أم الولد لأنها أدرى بطبيعة ولدها، وقد يحتاج إلى مشاورة معلميه أو من لهم اتصال به، فإذا اقتضت المصلحة نقله جاز نقله ولو لم يرضى الطالب، لأن الطالب قد لا يدرك فائدة نقله، وقد يكون يريد البقاء في مدرسته الأخرى أو الأولى لغرض غير صحيح، كأن يكون يوجد هنا معه أصدقاء، وهؤلاء الأصدقاء ليسوا بأولئك الذين ينتفع بهم مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا تعد مؤثرة في الحكم. فإذا على الأب أن ينظر المصلحة لولده في مثل هذا الأمر.